هذه مليون ريال. طيب حلو؟ إيه؟ تبيع اخويانك مقابل مليون؟ لا والله ما ابيعهم مقابل مليون. لو تعطيني اياه كاش حتى في شنطه ما اخذه، لان خويي قيم واخلاق وذوق وتعامل وعشره. المليون هذا يروح يجي يا اخوي، ايش دعوه؟ مستحيل ابيعه. وانت يا ابو الشباب تبيع خويك مقابل مليون؟ 100 ألف الله يطول عمرك. 2